وسهلا فيكم مشاهدينا، وصلنا معكم للفقرة الصحية اليومية اللي هي فقرة الرياضية، واليوم معنا الكابتن عهد الشهاب راح تحكي لنا عن استخدام البار اللي هو العمود الطويل هذا اللي بنشوفه احنا موجود في الأندية الرياضية وممكن يتوفر عندكم بالبيت، كيف ممكن نستخدمه لتقوية العضلات الموجودة في الجسم. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية وموضوع جديد. بحب ارحب اليوم مع كوتش هالة وكوتش سارة. انا طبعا عهد من بيلا جيم. اليوم موضوعنا عن الحديد، حكينا عنه المرة الماضية، حكينا عنه شوي صغيرة، انه دائما الناس بتاخذ فكرة انه الحديد بس للشباب او بتكبر العضلات من هذا الحكي. لا، زي ما انتم شايفين هون نحن معنا اوزان صغيرة. هاي التمارين بنسميها زي تمرينات البار، هي بار مع حديد. ما عندك بالبيت، اذا انت اوريدي بالبيت وما عندك، تقدر تجيب دمبل، تقدر تجيب، في ناس كانوا يحطوا اناني المي مع رمل يحطوها ويشتغلوا عليها، برضه بيصير اي شيء، المهم نشغل العضلات. ليش بدنا نشغل العضلات؟ لانه لازم نحن نحرق الفات، الدهون. كيف بنقدر نحرق الدهون؟ بننزل الدهون، بنحرقهم عن طريق هاي الالعاب، العاب الحديد. حنفرجيكم كم من تمرين عليها، وبرضه بنحرق الفات وبنخلي بدالها حديد. بصير الحديد قوي كتير، بس نكبر، بس نصير كبار شوي بالعمر، رح يعمل لنا برضه يحمينا من الاصابات، من هشاشة العظام، الروماتيزم، هاي الاشياء كلها. فالحديد مو بس للصغار، كمان مو للشباب، مو بس للبنات، برضه للكبار، عشان المفاصل، عشان يحمينا لا سمح الله وقعنا كذا اي شيء، يكون في مسلز. هاي كل مفهوم الحديد، شيء كتير سمبل كتير حلو. في عنا كتير تمارين بالحديد بقدر افرجيكم اياها. في اشياء كتير معروفه زي السكوات، بمسك البار من هون، اوكي، دائما فتحه ايدي فتحه الحوض، فتحه اجري فتحه الحوض، ودائما فتحه البار كانه وان ثامب اواي من البار، اوكي، يس اكسلنت. سوفت يور ني من هون، بدي ارفع البار، ما بشيله دايركت هيك عشان احمي ظهري، بدنا شوي شوي نرفعه، يس من هون اكسلنت. حنحطه ورا على العظمتين اللي ورا، ما ححطه على رقبتي، تمام. فتحه اجري، حنبلش شوي سكوات اقعاء، رح ننزل دائما ركبنا لورا، بنزل سلولي داون، انهيل وبطلع اكسهيل، تمام. اجين مره ثانيه، انهيل وبطلع اكسهيل، نطلع سلولي، ننزل سلولي داون، نطلع سلولي اب. بدي اشوف هلا هالة، مدام هالة يس، نكمل اكسلنت، ممتاز. بدنا ميك شور نتاكد انه دائما ركبنا تكون لورا، بطني مشفوط، بطلع. لما اطلع بعمل سكويز على المقعده، بعملها سكويز للعضلات. هون انا عم بشغل عضلات الكوادز. هلا كيف بقدر اصعبها اكثر واكثر ساره؟ بقدر انزل تحت اكثر، انهيل داون اول ذا واي، بنزل كثير لتحت، بس هاد للناس شوي ادفانس، ما بدنا ننزل كثير، لشوي لفوق، سلولي 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 اب، يس. مره ثانيه ننزل، دائما ميك شور ركبنا تكون لورا قاعدين، ما تعدي التوز عشان ما يصير في اصابه بالركبه. اللي عندها اصابه رينج صغير زي مدام هاله، ما بنعمل شوي، يا دوب رينج صغير، سيم سكوات. هاي بالنسبه لعضلات الفخذ الرباعيه، اوكي، اللي هي بنسميها كوادريسبس. هيك بنكون خلصنا. ما عندك حديد تقدر تعملها بدون حديد. ها من هون اجل، انهيل، ظهر ستريت، تشست ليفت اب، اند اكسهيل اب. Again, inhale and yes. هذا أول تمرين. هلا نيجي للتمرين الثاني، بدنا نحرك مثلا برضه عضلات الهامسترينج الخلفية مع الكوادز. في شيء اسمه لانجز، بمسك، أوكي، بنزل 90 ديجري بالإجري الخلفية داون وبطلع أب. دائما ظهرنا ستريت داون and up. برضو هاي للعضلة الأمامية الرباعية and up، وبتحرك شوي العضلة الخلفية اللي هي الهامسترينج. We switch، بنبدل. بالنسبة للتكرارات حسب انت ايش بروجرامك، بدك تنحف، بدك تشد، كله. يعني انا كتير بفضل لحد ما الواحد يتعب يكون اخر يعني تكرار، كم من تكرار انه مو قادر تكمل. اذا حسيت انك ما رح تكمل بكون هذا هو النتيجة الفعالة، تمام. بنرجع، هلا بدي اشيل البار، هوب
بدنا نقلبه للبايسبس. بمسك من هون. اوكي، عضله البايسبس عضله العضد، حكينا عنها المره الماضيه. هاي الشباب بكيفوا عليها دائما صح؟ اوكي، من هون انهيل اند اكسهيل اول ذا واي. في ناس بتوصل لهون، هو المفروض تفرد للاخر. اوكي، سو انهيل، بشد بطني لورا. هلا في ناس وهي عم تقول عم تصير تحرك ظهرها، دير بالك او ديري بالك دو نوت سوينج، لانه هذا بسبب اصابه. بدنا يس ماسكين انهيل اند اكسهيل. ممتاز. بالنسبه للظهر يا من هون نقلب ايدينا، نرجع بيسك بوزيشن، فتحت اجري فتحت حوضي، بنزل ظهر ستريت اول ذا واي ستريت، رح اسحب روينج يس، بس الالبوز اكثر لجوا. اكسلنت، سو داون اند اب. من هون انهيل اند اكسهيل اول ذا واي اب. زي ما انتم شايفين عم بحرك سكويز اكثر للعضلات. اند ان، خليني اشوف ساره هون، بشد البطن اكثر، بخلي ظهري اكثر ستريت. يلا سكويز اكثر من هون. اكسلنت اكسلنت. بقدر اصعبها اني اعمل وايد جريب زي ما عامله مدام هاله هون. يس كوتش هاله، تمام. وبعمل عريض، بعمل سكويز اكثر. هولد اند باك، هولد اكسلنت. هاي العضلات الظهر الاماميه. بالنسبه لعضلات الظهر اللور ايش بنقدر نساوي؟ في عندنا تمرين اسمه الديد ليفت. من هون بكون حاطه البار، بنزل زي السيمي سكوات، بسحب الاب اول ذا واي اب. من هون رح برضه ظهري ستريت اول ذا واي، كاني بلمس ركبي لمس داون، بحس بالهامسترينج مع اللور باك، وبطلع من اللور باك سلولي اب اجين. تيك ان انهيل ستريت and all the way up. زي ما انتم شايفين اللور and back، بس بدنا نحاول ما كثير نتني الركاب، ركبنا شوي لبرا مور. excellent all the way up slowly. yes بدك تحسي باللور باك activated. excellent. في ناس بكون عندها مور flexibility بتقدر تنزل اكثر على الارض زي ساره. and up straight straight، بنزل down شوي، soft your knee a little bit. now all the way up pull it. excellent squeeze. تمام. now كمان تمرين بدنا ناخده اللي هو clean and press. clean and press هو combination تمرينين مع بعض، شوي صعب شوي advanced، اللي هو راح يكون للظهر وللشولدر. اوكي، بسحب وبقعد بحمي ظهري من الاصابه، بحط التقل هون. اوكي، all the way up over head shoulder، برجع مرة تانية بحمي ظهري. I release all the way up again. inhale up down and release. one more نسويها مع بعض. inhale up down and release. هلا زي ما حكينا مش من اوليتها بدنا نحط وزن كتير. اوكي، بدنا نحط اوزان خفيفه، نظبط التكنيك وبعديها نصير شوي شوي نزيد بالويت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اليوم، وحلقه جديده بنشوفكم مره ثانيه. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو كوتشز. يعطيك العافيه كوتش عهد. يعني بصراحه الفقره كثير مهمه، خاصه للناس اللي بيفكروا دائما انه تمارين الحديد بس مختصه للشباب. يعني دائما حكينا انه احنا تمارين الاوزان خاصه بتفيد لشد الجسم سواء رجل او بنت، يعني وبتعمل عمليه حرق الدهون بشكل اسرع من عمليه انه بس نعتمد على، خلينا نحكي، التمارين الكارديو اللي هي الركض او المشي السريع والشغلات اللي بنعملها بدون اوزان. فبس ملاحظة صغيرة بحب أحكيها للناس، إنه حاول دائما إنه بدك تعمل أي تمرين جديد مثلا زي فقرة اليوم، افتح عليها مرة ثانية، هي راح تكون موجودة على صفحتنا. يعني مشيها واشتغل مع المدربة، يعني ما تشتغل بس على الخلفية الذاكرة اللي أنت، لأنه ممكن تكون زاوية شوي معك مش صحيحة، تضبطها لما تشوف الفيديو بشكل كثير أحسن، واختار الأوزان المناسبة لك. دائما الناس اللي ما بتتعامل بالأوزان كثير، بلش تمرينك بأوزان كثير خفيفة وبلش زيد. يعني مثلا ما تحط أوزان ثقيلة أول مرة، من أول مرة
حاول انه بلش باوزان خفيفه، اعمل تكرار مثلا عالي، خلينا نحكي 15 تكرار، بعدين زيد الوزن شوي، نزل التكرار ل 12، نزله ل 10، نزله 8 حسب الوزن اللي انت عم بتزيده. فقره رياضيه احنا دائما بنسلط فيها الضوء على الشغلات المناسبه للناس بشكل عام، اذا في عندك حالات خاصه يعني يا ريت مثلا تتجه فيها لاخصائيين، يعني ما تاخذ الموضوع انه انا بدي اعمل رياضه وخلص، لا، لانه ممكن انه الحاله الموجوده عندك بالجسم سواء ضغط، سواء سكري، سواء مثلا مشاكل بالهيكل العظمي، مشاكل بالعضلات، اوجاع، لا، راجع فيها اخصائيين عشان تكون محافظ على سلامتك، وسلامتكم دائما بتهمنا، ومكملين معكم فقراتنا بس بعد الفاصل.